مساء الفل. ايه رأيكم في المكان ده؟ عجبكم المكان؟ يعني ان شاء الله يكون عجبكم. انا هنا بقالي سنة واربع شهور في مدينة سامسون. انا مندي جاية علشان خاطر بحضر الماجستير هنا. انا خريجة اعلام من مصر قسم اذاعة وتلفزيون، وانا هنا بحضر الماجستير في قسم التسويق والاعلانات. بقالي سنة واربع شهور، خلصت اول ترمين وفضلي ترمين واخلص. سامسون بالنسبة للناحية التعليمية هي مكان آمن جدا بالنسبة للطلاب، لأن في طلاب كتير من كل الدول جايين، خصوصا الدول العربية. في من فلسطين، وفي من الأردن، وفي من سوريا، وفي من العراق، وفي كمان طلاب من الصومال، وفي طلاب مصريين مش كتير، والجزائر وتونس والمغرب موجودين كتير. وغير إن بره الدول العربية كمان في من أذربيجان كتير، ومن تركمانستان وكازاخستان، يعني من الدول الشرق الأقصى دي كلها موجودين هنا. عدد نسبة الطلاب الأجانب مش قليلة هنا، في نسبة طلاب أجانب كتير، سواء بيحضروا يعني لليسانس والبكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، موجودين هنا طلاب كتير. عشان كده هي تعتبر مدينة مش هقول لا رخيصة قوي ولا غالية قوي، بس هي في متناول إيد الطالب. يعني بالنسبة للطالب هي مدينة فيها كل الترفيهات، كطالب يقدر هنا ينبسط، يتفسح، يعمل كل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت يقدر يعيش هنا، يعني المصاريف الفسح دي في متناول ايده مش غالية. علشان كده هنا المعيشة في السيتي بيقدر يعيش حياة إليت، حياة لطيفة، وفي نفس الوقت مش هيدفع فلوس كتير. هي مدينة حلوة جدا وأمان، علشان زي ما قلت الطلاب هنا كتير، يعني كل حاجة موجودة. كطلاب اللي عايز يجي يدرس هنا، يعني أنا بشجعه يجي يدرس، برضه مستوى التعليم في الجامعة هنا كويس، مش هيتعبوا في الجامعة، الموضوع لذيذ يعني هينبسط. بشكركم واستناكم مرة جاية إن شاء الله.